عن التطورات في إيران واستمرار التظاهرات وسط استمرار السلطات بالقمع، ينضم إلينا عبر الهاتف من بروكسل الكاتب السياسي الأحوازي أحمد مطير. أستاذ أحمد، مرحبا بكم. بداية، يعني ما دلالات إحراق المنزل الذي ولد فيه الخميني في التظاهرات التي اندلعت في مدينة خمين الإيرانية، إن كنت لفظتها صح؟ هل هي خمين؟ تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينكم الكرام. نعم، في حقيقة الأمر نعم هي تسمى بخمين. في حقيقة الأمر طبعا حرق بيت الخميني أو البيت اللي بالواقع ولد فيه الخميني هي لها دلالات كثيرة. سبقت هذا الحدث بكل تأكيد، وكما تتابعون وتشاهدون الجميع أنه سقطت الهيبة اللي كانت تتشكل أو يتشكل منها خامنئي، أي هيبة ولاية الفقيه. فبهذه المظاهرات، بهذه الأحداث، ثبت أنه لا هيبة لخامنئي ولا لنظامه الإرهابي الذي يمارس كل أشكال وأنواع الإرهاب ضد البشر، إن كان في جغرافية ما تسمى إيران وإن كان في اتجاه المنطقة. جاء حرق بيت الخميني ليؤكد الشارع المنتفض الآن في كل أنحاء ما تسمى إيران أن هؤلاء ليس لهم أي مكانة عند هذه الشعوب، بل إنما هم في منتهين، وبالنهاية يجب أن يعرف العالم وبالذات المنخدعين بهذه الحكومة وبولاية الفقيه أو ما يسمى ولاية الفقيه أنه ليس إلا رجل مجرم إرهابي يمارس كل أنواع الإرهاب ضد البشر. وبالنهاية سقطت هذه الهيبة التي حاول الحرس الثوري الإيراني وكل المغربين من خامنئي أن يخلقونه له، ولكن فشلت كل سياساتهم. أستاذ أحمد، ولكن وكالة تسنيم نفت إشعال النار في بيت الخميني في مدينة خمين، ولكنها اعترفت بوجود متظاهرين متجمعين بالقرب من بيت الخميني. لو نفترض صدق الرواية التي قدمتها وكالة تسنيم، ماذا تبقى من الرموز التي عمل النظام الإيراني على ترسيخها وترسيخ حكمه في إيران؟ أستاذي، فلنقل بيت الخميني لن يحترق مثل ما ادعت قناة تسنيم، ونعرف الأسباب لماذا قناة تسنيم تحاول أن تنفي هذا الخبر، ولكن الأحداث الجارية والهتافات المدوية التي تشعل كل أنحاء جغرافية ما تسمى إيران هي نفسها أنهت ألوهية، لأقولها بكل صراحة، لأن النظام الإيراني حاول من المجرم خامنئي أن يخلق نوع من الألوهية ليعبده البعض المنخدعين بهذا الرجل. فالأحداث الجارية داخل ما تسمى إيران أثبتت أن هذا النظام أو خامنئي ليس إلا أجنوبة وليس إلا شخص قاتل ومجرم. فلا ننسى أن وكالة التسنيم هي لسان حال النظام القائم أو نظام ولاية الفقيه، فبكل تأكيد هي تحاول أن يعني تكذيب هذا الخبر، لأنه تحاول بشتى الطرق، ليس فقط وكالة التسنيم بل إنما كل وسائل الإعلام التابعة لهذا النظام تحاول بشتى الطرق أنه تحفظ ولو قليل مما تبقى، لربما يظنون مما تبقى من هذه الهيبة التي يظنونها والتي حاولوا أن يخلقوها طيلة هذه الـ 44 سنة الماضية. أستاذ أحمد، موضوع تنوع المناطق التي تشارك في التظاهرات في إيران، يعني النقاط الساخنة على الخريطة الإيرانية لم تعد تقتصر على المدن والمحافظات التي تسكنها عرقيات من خارج العرق الفارسي، على ماذا يدل ذلك؟ طبعا النقطة إنها ليس فقط مجرد عرقيات، إنما إنها شعوب. وهذه الشعوب كل إحداها لها خصوصيتها تاريخها وكل مقومات الشعب ولتأسيس دولة مستقلة. هذه الدول نفسها كانت دول مستقلة واحتلتها الدولة الإيرانية منذ العشرينيات القرن الماضي. بالنهاية الأحداث، يعني كما تعلمون جميعا أنه يظن البعض أنها فقط من أجل المرأة الأحداث الجارية، لأنه جاءت بعد اغتيال المواطنة
مهسا أميني، والتي هي اسمها بالواقع اسمها الكردي جينا أميني، لأن النظام الإيراني يمنع اختيار الأسماء للشعوب غير الفارسية، ولكن اختيار مهسا أميني كانت الشرارة لاندلاع هذه الثورة في الواقع، لأنه الشعوب من جانب هي تعاني الأمرين، ولكن الشعب الفارسي نفسه يعاني كثيرا جراء سياسات النظام القائم المتمثل بخامنئي والحرس الثوري الإيراني. تعرفون جيدا أن هذا النظام ارتكب يعني جرائم بالحقيقة لا تعد ولا تحصى، من احتفالات، من إعدامات، من تصوروا حضراتكم بالرغم من وجود هذه الثورة التي يعني دخلت بشهرها الثالث، لا توجد ولا وكالة إعلام داخل جغرافية ما تسمى إيران، أي وكالة دولية إن كانت عربية إن كانت غربية إن كانت من أي مكان كان، وما يوجد من مقاطع تصل إلى النشطاء في المهجر هي ليس إلا تلك المقاطع التي بالصعوبة يحاول المتظاهرين إيصالها إلى وسائل الإعلام في المهجر أو إلى الناشطين في المهجر. أستاذ أحمد، في هذا الإطار يعني ما احتمالات سقوط النظام الإيراني؟ هل تمتلك التظاهرات الشعبية في إيران القدرة لإسقاط النظام بعد أن فشلت القوات الأمنية بقمعهم؟ طبعا خلال السنين الأخيرة شهدت ما تسمى إيران مظاهرات كثيرة، مظاهرات متنوعة، إن كانت على مستوى الشعوب غير الفارسية وإن كانت على مستوى ما تسمى إيران، ومظاهرات 2019 كانت شاهدة على ذلك، وجاءت مظاهرة اليوم هي إكمالا للأحداث اللي كانت سابقة. فالحالة السائرة الموجودة داخل إيران هي سائرة باتجاه إسقاط هذا النظام لا شك، حتى وإن لم يسقط في هذه المظاهرات، لكن هناك نقاط كثيرة حصلت في هذه المظاهرات وفي هذه الانتفاضة، وأهمها هي سقوط الهيبة التي كانت موجودة عند نظام ولاية الفقيه، فسقطت هذه الهيبة. بالنهاية هذا النظام لن يستطيع أن يكون كما كان في السابق، بل إنما سوف يشهد حتى وإن لم تكتمل هذه بإسقاط هذا النظام، ولكن سوف تشهد هذه الجغرافيا مظاهرات أوسع وأكبر لتنهي، لأنه اليوم كل حدث أو كل مثلا عندما يقتل النظام الإيراني والقوى الأمنية الإيرانية تقتل أحد المتظاهرين، تجد أنه في ذكرى اغتياله من بعد أسبوع أو من بعد 40 يوم يدعون لمظاهرات وتخرج مظاهرات واسعة، فهذا الشيء وضع النظام ووضع القوى الأمنية الإيرانية في مأزق كبير. فالمظاهرات طبعا بكل محاولات النظام الإيراني التي يحاول أن يسيطر عليها، ولكن هي بشكل متصاعدة بشكل متصاعد يوم بعد يوم، وتشمل مناطق أوسع، وصلت حتى الغرى، وصلت حتى لأقصى نقاط ما تسمى إيران. أستاذ أحمد، مريم رجوي تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الحراك الشعبي الإيراني لإسقاط النظام، كيف تابعتم هذا المطلب؟ طبعا هناك نقطة بالنسبة لمريم رجوي التي هي تعد كزعيمة لمجاهدين خلق، هناك تيارات إيرانية مختلفة موجودة، وهناك أيضا الشعوب غير الفارسية موجودة تنشط من أجل الوصول إلى حقوقها. في حقيقة الأمر في هناك اختلافات كبيرة بين التنظيمات الفارسية نفسها، نفس مجاهدين خلق، هناك مشاكل ما بينها وما بين الملكيين وما بين أيضا المعارضة الإيرانية اللي هي تعد نفسها مستقلة عن هؤلاء التيارين، وأيضا هناك مشاكل كبيرة ما بينها وما بين الشعوب غير الفارسية. فنجد أنه بهذه الأسباب، بما أن لا توجد أي مشتركات لحد الآن بين هذه التوجهات المتنوعة، تجد أنه الدول الغربية وأيضا أمريكا نفسها لا تستطيع أن تثق في أو تعمل على أنه تقف بقوة مع الحراك الموجود. هذا أحد الأسباب. السبب الآخر هو أنه نعلم تماما أنه النظام الملالي خدم بالواقع أمريكا داخل المنطقة من خلال إرهابه بشكل كبير، ولا يزال يخدم سياسات الحكومة الأمريكية. فأيضا أمريكا لا تريد بكل سهولة أن تتخلى عن هذا النظام، حتى العقوبات التي
تفرضها بين الحين والآخر، لا تفرضها على أمور ممكن أن تخصم ظهر النظام، بل إنما تفرضها على أشخاص. من بروكسل الكاتب السياسي الأحوازي أحمد مطير، شكرا جزيلا لكم.